ونقدر نشوف تفاصيل هذه الملاحقة بين الملك والأميرة في هذا التقرير. البطولة منبتها في أرضنا، أهديناها للجميع من عندنا. أنت دايماً، أنت دايماً، أنت دايماً في الأمام. كلمات كتبها الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة، يجدو بها كل عاشق للنادي الأهلي جيلاً بعد جيل. النادي الأهلي مصنع البطولات ومحطم الأرقام القياسية في كل البطولات القارية والمحلية، وباتت الألقاب لصيقة بالفانيلة الحمراء. قبل ساعات من النهائي الإفريقي المرتقب، يمتلك النادي الأهلي سجلاً حافلاً بالبطولات في دوري أبطال إفريقيا. الشياطين الحمر الذين بدأوا مشاركتهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في عام 1976، وغاب عنهم التوفيق أول مشاركتين بسبب ضعف الخبرات لدى بعض نجومه، بدأ يسيطر على القارة السمراء منذ عام 1981، حيث تأهل لنصف نهائي البطولة القارية، إلا أنه قرر عدم خوض مباراته أمام جيت تيزي أوزو الجزائري بسبب وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. بعدها في عام 1982 توج النادي الأهلي بأول ألقابه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم أبطال إفريقيا للأندية أبطال الدوري، على حساب العنيد كوتوكو الغني الذي عاد في العام التالي وخطف الأميرة السمراء من فارسها البطل وسط أجواء تحكيمية غير عادلة. وقبل نهاية حقبة الثمانينات، رفض محمود الخطيب رئيس النادي الحالي وأسطورته الخالدة أن يرحل عن الفريق دون أن يترك بصمة لتكون مسك الختام في مشواره مع المارد الأحمر، وأعلن اعتزال لاعب كرة القدم بعد التتويج بدور أبطال إفريقيا موسم 1987. بعدها في ظل ارتباط النادي الأهلي بمشاركاته العربية ومقاطعته البطولات الإفريقية، غابت الأميرة عن فارسها الذي عاد وبقوة وكشر عن أنيابه وخطف معشوقته وسط أرقام قياسية ونتائج خطفت القلوب والعقول وأجبرت المنافسين على الانحناء احتراما وتقديرا لفارس الكرة الإفريقية وبطلها الأهلي، الذي مع بداية الألفية الثانية حقق 6 ألقاب مواسم 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 و2013، وخسر في 3 نهائيات مواسم 2007، 2017 و2018. والجميع يعرف كيف سقط الفارس الأحمر من جواده. الهزائم الثلاث السابقة لم تكن في ملعب كرة القدم، إنما تكفلت عوامل خارجية في إبعاد الفارس عن معشوقته الأميرة السمراء. الأهلي شارك في بطولة دوري الأبطال 31 مرة، يليه الزمالك بعدد 23 مشاركة. أكبر فوز للأهلي على فريق اطلع برا الجنوب السوداني في البطولة الحالية بنتيجة 9-0.